العصر الحالي أسوأ عصر. العصور التانية قريبة جدا من بعضها، يعني الفروق ما بين عصر مبارك وفترة طنطا، فترة المجلس العسكري وفترة مرسي مش كبيرة، مش بمعنى يعني هو في فروق، بس قصدي المحصلة تخلي الفروق مش كبيرة. يعني في حاجات كانت أفضل في وقت مبارك لأنه كان نظام حاسس بالاستقرار، وبالتالي عنده يعني براح إنه يسيب حد يهبهب هنا شوية، يعني كان متصور إن دي أقليات بتعمل دوشة حاجات زي كده. مثلا تعامل نظام مبارك مع ما يطلق عليه اليوم الاحتجاجات الفئوية، اللي هي طبعا اسمها الصح إنها الاحتجاجات الاجتماعية، تعامل عصر مبارك كان مع هذا النمط مع الاحتجاجات أذكى بكتير قوي من كل اللي شفناه بعد كده. كان يعني بيحاول يلايمها معاهم، يديهم حاجة مطلب ويعني كده. يعني المجلس العسكري برضو كان في درجة من المرونة، كان بيدي، لكن الكل طبعا يعني بلا استثناء الكل كان مطلق بالشرطة يدها في القمع. الكل ما حطش أي مجهود في إصلاح الشرطة، وبالتالي سلوكها كان بيسوء يوما عن يوم. ما فيش أي مثلا فيش أي عصر، يعني ما فيش أي وقت وقف في التعذيب، ربما باستثناء الشهرين اللي بعد الثورة كانش فيهم شرطة أصلا، وحتى في الوقت ده الشرطة العسكرية كانت قايمة بالواجب وزيادة. ف يعني ما فيش نائب عام احترم نفسه وحقق في قضايا التعذيب، لا بتاع مبارك ولا بتاع مرسي، وهكذا. يعني هل كمية التعذيب اللي كانت أيام مرسي زي دلوقتي؟ بص، التعذيب ده هو طريقة الشرطة في الشغل، فده لم يتغير منذ سنوات. يعني ومن أيام يعني 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 الظاهرة بتاعت كل واحد بيتمسك بيتعذب قبل أي حاجة بادية من أيام مرسي، بادية من أيام القبضات اللي كانت أيام مرسي. علاء يعني عبد الفتاح اتعرض لانتهاكات داخل السجون؟ لا، علاء شخصيا ما تعرضش، باستثناء يوم القبض عليه، يعني في القبضة الأخيرة. يوم القبض عليه نفسه تعرض لانتهاك، إنه يعني طبعا هو اتضرب ومراته اتضربت، وهو اتبيت متغمي عينيه وإيديه مربوطة ورا ظهره ومرمي على البلاط وكده، لكن بعد كده ما تعرضش لانتهاك.